رأي الناس في موضوع حكاية الفريند ريكوست اللي على الفيسبوك ده اللي وجع دماغ الناس كلها، نروح نشوفه ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معانا. هو اكيد في تعامل مختلف، يعني في حدود في التعامل. اذا كان اي حد ما تعرفوش فما ينفعش اساسا تقبله من الاول، لو اي حد تعرفه وانا اعرفه تمام يعني، بس اكيد في نظام معين في الكلام وفي حدود. يعني الشخص اللي انا يعني بعت لي ده انا اولا ما اعرفوش، دي اول حاجه. والتاني حاجه انا برضك مش عارفه رد فعلي، ان انا مثلا هل لو صديق مثلا ليا او حد من اصدقائي فطبعا هقبل الموضوع، لو غير كده لا. اكيد هتضايق جدا وعامل مشكله كبيره، لان انا ما احبش كده، ان انا احب ان يعني قريبه بس تقبل، قريبه بس ما تقبلش حد غريب وكده. هو لو في اصدقاء مشتركين يبقى هو عارفني فعشان كده هو بعتني، لكن هو لو هو مش عارفني يعني ممكن ساعات بيبقى بيضايقه. لو حتى قبلت في زمايل بيقبلوا كده بيفضلوا يضايقوهم وكده. يعني بالنسبه ان هي تقبل الطلبات صداقه انا موافق، حتى لو بدون سبب معرفه، لان ده عامه الانسان يعني من طبيعته اللي هو بيحب يتعرف على ناس جديده كل يوم. لا ما فيش ضوابط، يعني هي ممكن تبعت له عادي لو هي حد قريب منها جدا يعني، لكن لو حد من بعيد مثلا او كده لا اكيد ما رضاش. وانا ما ينفعش اساسا اعمل اد لحد المهم اعرفه على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا، لانه كده غلط اساسا. يعني السوشيال بوظت كذا علاقه وكذا حد كلم حد، هي بتبوظ علاقات.